الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، ما زلنا متواصلين معكم بالانطلاقات المتوالية، تلو الانطلاقات في الفترة الصباحية مع الأشواط العامة وانطلاقة الشوط العاشر بتعداد الأشواط، وعبارة عن الشوط الخامس بتعداد أشواط الزمول. ننطلق معكم مع انطلاقات الشعارات الباحثة عن الناموس، الباحثة عن الإنجاز. شوط ختام الزمول يندفع معكم باندفاعته وبانطلاقته وبأسمائه، أو هنالك وبأسمائه الرنانة والعملاقة. ننطلق ونندفع مع الصدارة ومع المقدمة ومع صاحب المركز الأول. هنالك المركز الأول والصدارة والتصدر من هنالك براق على المركز الأول مع سالم بن محمد بن خزينة المري مع الصدارة ومع المقدمة. لحظات وسوف نوافيكم بالخمس المراكز المتقدمة وبالخمس المراكز المتقدمة والمندفعة مع الصدارة والانطلاق. إذن صاحب المركز الأول براق مع سالم بن محمد بن خزينة المري مع الصدارة ومع الانطلاق ومع اندفاعة هذا الشوط. هنالك الأسماء الرنانة والأسماء العديدة التي لها إنجازاتها وبطولاتها، فإنني أعرف في هذا الشوط عدة أسماء كلها أغوياء، ولكن هنالك ثلاثة أسماء أو أربعة أسماء من عمالقة الزمول منطلقة ومندفعة في هذا الشوط. أنطلق مع هنالك المركز الأول ومع الاندفاع براق سالم بن محمد بن خزينة المري، المركز الثاني وصاحب المركز الثاني مصيحان مع حمد بن سعيد بن دهمة المري مع المركز الثاني. المركز الثالث هنالك الانطلاقة من قبل مسعف، وصل شعار اسعاف مع مسعف مع فهد بن ناصر بن دلهم الهاجي مع انطلاقة المركز الثالث. المركز الرابع هنالك مياس مع علي بن سعد بن كخان المري مع المركز الرابع. والمركز الخامس هنالك غيار إذن على المركز الخامس مع عبد الله بن غانم بن مبارك الخيرين مع خامس المراكز. خمسة أسماء، خمسة نجوم وفايف ستار أذعناها على مسامعكم بالوفاء والتمام، ولكنني أعدكم بأن هنالك سوف تأتي المنافسة والصراع حينما يأتي وقتها في الكيلو الأخير، فإن هنالك أسماء قوية آتية لا محالة إلى عالم النداء والإذاعة. ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع براق على المركز الأول على انطلاق المرتبة الأولى، على انطلاق الكادر العلوي. هنالك مع الصدارة بقيادة سالم بن محمد بن خزينة المري هنالك على المركز الأول. المركز الثاني مسعف على المركز الثاني مع فهد بن ناصر بن دلهم الهاجري مع المركز الثاني، يريد المهاجرة مع الناموس. الله الله الله. المركز الثالث نرى الانطلاقة من قبل هنالك المنطلق صيحان مع حمد بن سعيد بن دهمة المري مع ثالث المراكز. ثلاثية إذن على الصدارة مندفعة مع المقدمة، مثلث الناموس والمثلث الذهبي. ولكن ننتقل مع المركز الرابع هنالك الريان قدم بدوره، وأول ندى للريان مع مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. الله الله الله. المركز الرابع نرى القدوم والانطلاقة من قبل غيار على المركز الرابع مع عبد الله بن غانم بن مبارك الخيرين في انطلاقة المركز الخامس. وهنالك الأسماء ما خلف الخمس المراكز المتقدمة، هنالك قادمة وزوبعة قادمة منطلقة بقيادة ناصي مع محمد بن سعيد بو عامر الخيرين. ولكن أعود مع الصدارة ونرى كما تشاهدون أيها الحفل الكريم صاحبة الشوط الرئيسي وصاحبة أفضل توقيت مع فريج بن راشد الحويطي هنالك ومع شاد بتوقيتها الزمني 9:36 وجزء واحد من الثانية. شهد هي صاحبة أفضل توقيت في الشوط الرئيسي مع فريج بن راشد الحويطي مع صاحب مالك شهد، من هي
سجلت أفضل توقيت في هذه الفترة الصباحية. نعود مع انطلاقة هذا الشوط ونعود مع فعاليات وانطلاقات هذا الشوط. هنالك المركز الأول والصدارة والانطلاقة والقيادة، ما زالت هنالك أو هنالك التغيرات اللي جرت وصارت مع مسعف. مسعف انتقل بدوره مع المركز الأول ومع الصدارة بانطلاقته بشعار فهد بن ناصر بن دلهم الهاجي مع المركز الأول. المركز الثاني هنالك ثاني المراكز براق على المركز الثاني سالم بن محمد بن خزين المري مع المركز الثاني، انتقالتنا إلى ثالث المراكز والنقلة مع صاحب المركز الثالث هنالك بصيحان حمد بن سعيد بن دهمة المري مع المركز الثالث ومع انطلاقة ثالث المراكز. المركز الرابع هنالك الغادم من انطلق بدوره ناصي على المركز الرابع بانتقالته مع محمد بن سعيد بو عامر الخيرين مع المركز الرابع. المركز الخامس هنالك الانطلاقه من قبل خامس المراكز والانتقاله من قبل الريان. الريان انتقل مع المركز الخامس مع مسر بن مبارك بن مسر الشواني مع خامس المراكز. وصلت الزمول وصلت وصلوا عمالقه وفطاحله التضمير مع الخمس المتخرة هنا ما خلف الخمس المراكز المتقدمة، ولكن أعود مع مسعف. مسعف بإسعافاته الأولية وبانطلاقته المميزة وباندفاعته مع المركز الأول ومع الأداء المتميز والأداء المرموق. الله الله الله، نرى هنالك صاحب المركز الأول مسعف بقيادة فهد بن ناصر بن دلهم الهاجري مع المركز الأول، بن دلهم مع السيطرة، بن دلهم مع القيادة مع الريوده. ولكن المركز الثاني هنالك براق مع مرزوق بن راشد الزعبي مع انطلاقة أو هناك المركز الثاني براق أو الانطلاقة مع براق بالفعل مع سالم بن محمد بن خزينة عذران بن خزينة هنالك مع انطلاقة المركز الثاني. المركز الثالث لم يجد به جديد، هنالك الانطلاقة من قبل صيحان حمد بن سعيد بن دهمة المري مع ثالث المراكز. المركز الرابع ورابع المراكز ناصي محمد بن سعيد بو عامر الخيري مع المركز الرابع. المركز الخامس هنالك التواجد من قبل خامس المراكز غيار وعبد الله بن غانم بن مبارك الخيارين مع خامس المراكز. أعود مع الصدارة، أعود مع الانطلاقة، أعود مع الأداء المميز والإبداع هنالك مع مسعف. مسعف على المركز الأول على القيادة متربعا على عرش المقدمة. الله الله الله، وإن سألتم عن موقعنا فإننا الآن مجاورين لافتة 1500 متر. إذن 1500 متر ما تفرق عن الناموس، الناموس بالانتظار. كلمة الناموس لها مدى غير، لها أداء غير، كلمة ترفع من معنويات المالك والمضمر. مسعف على المركز الأول مع فهد بن ناصر بن دلهم الهاجري المركز من قبل صيحان حمد بن سعيد بن دهمة، وثالث المراكز براق مع سالم بن محمد بن خزينة المركز الرابع، ورابع المراكز هنالك ناصي مع محمد بن سعيد بو عامر الخيارين، وخامس المراكز والقدوم والانتقالة من قبل خامس المراكز هنالك غيار عبد الله بن غانم بن مبارك الخيارين. الله الله الله، التحم الشوط وارتفعت درجة حرارة هذا الشوط. ومسعف مع الكيلو الأخير، مسعف من افتتح الكيلو الأخير، كيلو العمليات، كيلو الأداء، كيلو التميز، كيلو الإبداع، كيلو التحليق والتميز. الله يا مسعف على المركز الأول، على الأداء المتميز، على الانطلاقة المميزة بشعار فهد بن ناصر بن دلهم الهاجري، بن دلهم على المركز الأول. ولكن حذاري من غيار مع المركز الثاني، غيار بانطلاق الثاني المراكز عبد الله بن غانم بن مبارك خيرين. ولكن مسعف حافظ على استواه وانطلق مع المركز الاول مع فهد بن ناصر بن دلهم الهاجري، وهنالك غيار مع المركز الثاني عبد الله بن غانم بن مبارك خيرين، وهنالك القادم الريان مسر بن مبارك بن مسر الشواني. والقدوم اذا من الاسماء، هنالك القادم والمنطلقه، هنالك اسم منطلق، هنالك الدولي مع سعيد بن زايد الخيرين بانتقالته وانطلاقته. ولكن عود مع مسعف بطل هذا الشوط، بطل هذا الشوط. ولكن غيار مسعف، غيار مسعف، اللحظات الأخيرة، الأمتار الحرجة، مسعف ولا غيار.
الكبار، ولكن مسعف انطلق باسعافاته وبانطلاقاته والهاجري هاجر مع الناموس. السلامي وتحياتي واحترامي وتقديري لفهد بن ناصر بن دلهم الهاجري على حصول مسعف ولحظه حصوله هنالك على المركز الاول ولحصوله من خط النهايه الثاني وتبريكات. المركز الثاني غيار مع عبد الله بن غانم بن بخيري، المركز الثالث الدولي مع سعيد بن زايد الخيري، المركز الرابع كان غدوم غبر نارتي مع محمد بن سعيد بن عامر الخيري، المركز الخامس هنالك براق مع سالم بن محمد بن خزينه. المره الثانيه التبريكات نزفها الجميع والتهاني موصوله لحصول مسعف على المركز الاول ولحظه غدومه الى خط النهايه والتوقيت الزمني واللحظات الاخيره هنالك من تسلله الى خط النهايه وانتقالته في توقيت زمني وغدره 10 دقائق 4 ثواني 6 اجزاء من الثانيه. الثاني تبريكات لفهد بن ناصر بن دلهم الهاجي على حصول مسعف على المركز الاول. المركز الثاني كان غدوم